ما ننحي الميكروفون ما دام اصلا مش نستعمله. السلام عليكم جماعه على الفيسبوك، هل يوجد صوت؟ ماذا الميكروفون مش يمشي مع وحدين حيت خلاص. السلام عليكم جماعه على الفيسبوك، هل يوجد صوت؟ اسمحوا لي نتاكد برك بلي كاين الصوت قبل ما نبدا. ساك شير ساك. طيب السلام عليكم من جديد، نعتذر لانه قبل قليل كنت دير بث مباشر وشفت بعض الاخوه جزاهم الله خيرا كتبوا لي في التعليقات قالوا لي ماذا بينا رد على سفير المغرب لدى الجزائر، سفير المغرب لدى الامم المتحده. انا قلت يعني الموضوع ممكن ما يستاهلش، لكن لما دخلت لقيت حجم كبير من المغالطات هم دايرينها خوتنا المغاربه، وحنا باش نردو عليهم باش ما ندخلوش في قال قلنا نقول، واحد يحكي حياتك واحد يحكي حياة الاخر. طيب يا نحكيو بالدليل، وثيقة واحد زائد واحد يساوي زوج. بالنسبة لإخواني عندهم مشكل في الصوت، أيضا كاين بث مباشر في اليوتيوب، كاين بث مباشر في اليوتيوب وفي الفيسبوك. دقيقة عاونوني بارطاجيو الله يسركم، لأنه دوكيتك حنا ما نحكيولها بحياتنا، ما نحكيولهم ما يحكيولنا حياتهم، حنا دوك نهضرو بالأدلة. هكذا بالأدلة واحد ما يسعف. أوكي؟ صندوق نبارطاجي الفيديو، نبارطاجيها في الصفحة الاحتياطية وفي ال أوكي هكذا. بارك الله فيكم، بارطاجيو معايا الفيديو، بارطاجيو عندكم في خاصة في المجموعات، المجموعات اللي فيها تفاعل كبير، بارطاجيو الفيديو. علاش؟ باش نوريو للناس كيفاش يردوا على السفهاء مرة ثانية. يعني هكذا باش ماشي كل مرة يخرج علينا واحد بهلول ويبدا يطلق علينا في بساتو. هكذا دوك نهضرو بالأدلة، واحد زائد واحد يساوي زوج. السلام عليكم، الدليل قدامكم، راح تشوفوا الدليل، راح تشوفوه بعينيكم، ماشي حمد لكم رأيي الشخصي، راح تشوفوا الدليل. هاي مش بهادي ما حبش تبارطاجا هادي، لا عليك معليش. الحكاية وما فيها أنو ضربت الله خلاص فهمتها، الحكاية وما فيها أنو وزير الخارجية الجزائرية رمضان العمارة أمام تاع منظمة عدم الانحياز قال إنه الجزائر تدعم حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير. خرج لنا السفيه تاع المغرب في الأمم المتحدة وقال لك وحنا ندعموا القبائل في تقرير المصير. اوكي معليش، حنا باش نخرجوا من هاد السفاهات وباش ما نتبعوش النيفو تاع هذا الأحمق الغبي هذا، نروح القضية الصحراوية. وشنو هي القضية الصحراوية؟ لما تدخل عند الأمم المتحدة، الأمم المتحدة عندها واحد القائمة ليستا فيها 17 بلاد. هاد 17 بلاد، دقيقة علاش راني نهضر؟ نو، نروحو للدليل. جماعة تاع اليوتيوب نعتذر منكم لأنه مقدرش نوريكم الأدلة، اللي يحب يقدر يشوف الأدلة والوثائق وغيرها، راني الأدلة راح نوريهم في الفيسبوك. بينما واللي يحب اللي عنده مشكل في البث المباشر، عنده الإنترنت ضعيفة، يتبع في ال في ال في الفيسبوك. معليش، حنا هاوليك ما نهضروش بزاف، هذا موقع تاع من؟ هايلك يوان الأمم المتحدة، صح، هايلك الأمم المتحدة واش كاتبة؟ هايلك الأمم المتحدة، الأمم المتحدة وإنهاء الإستعمار، الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي، شكون قال هذايا؟ ماشي الجزائر، الأمم المتحدة، هايلك بلونجلي واش كاتبينها؟ نون سيلف غوفرنينغ تيريتورز. ولا تيريتورز. اوكي هنا واش لقينا؟ لقينا وسترن صحراء. هادي ماشي الجزائر دارتها، هادي دارتها شكون؟ الامم المتحده. لقينا جبل طارق، سانت هيلينا، فرنش بولينيزي الى غير ذلك. شكون هو داير هذا الكلام هذا؟ ماشي الجزائر، الامم المتحده. هنا ومن بعد هنا هايلك الامم المتحده واش دايره؟ قائمه الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي. لحد الآن يا خوتي ماشي حنا، الأمم المتحدة، ماشي حنا، الأمم المتحدة. واش غادي تقول الأمم المتحدة لهنا؟ تقول هاليك إفريقيا كاين مستعمرة وحدة هي وشنو؟ الصحراء الغربية منذ 1963، ومن بعد نعاودو نوليو هذه تاع 63 وشنو هي؟ إلى غير ذلك. المنطقة المحيط الأطلسي والبحر الكاريبي
كاين عده دول زيد تهبط تهبط عندك اوروبا. في اوروبا كاين منطقه واحده وشنو هي؟ هي جبل طارق مضربه واللي تحتلها له المملكه المتحده. هاكي تربيه لحد الان اللي صنفت الصحراء الغربيه على اساس انها اقليم غير متمتع بحكم ذاتي ماشي الجزائر، يا سفير المغرب لدى الامم المتحده، هي الامم المتحده في حد ذاتها. دوك نحكيكم الحكايه كيفاش بدات، ومع ذلك نروحوا للوثائق، نهضروا بالوثائق لانه هذو هما ناس كذابين وندخلوا معاهم وقال لو قلنا ونقولوا هذه الهضره تاع الحمامه ما تخرجش علينا احنا. اوكي. واش صرا الحكايه كونتني واش صرات؟ سنة 1900 للأسف عندي مشكل في اليوتيوب، يعني ما عرفتش علاش عندي مشكل في اليوتيوب، حبس لي البث المباشر في اليوتيوب، راني حاليا برك في الله. اللي صرا وشنو هو؟ أنه سنة 1960، ركز مليح، 60 قبل استقلال الجزائر، صرا واحد التصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة. والجمعية العامة للأمم المتحدة دارت واحد القرار، واحد القرار شبيب هكذا، شباب جونتي عاقل، حتى الجزائر استفادت منه، واسمو هذا القرار، هاي ليك، دوك نروحو، دقيقة نفتح ملف الصحراء الغربية، هاي ليك وقتاش 1900 هذا القرار وقتاش كان؟ الجمعية العامة للأمم المتحدة واش دارت؟ دارت إعلان منح استقلال البلدان والشعوب، وقتاش؟ 14 ديسمبر 1960. خوتي حنا رانا نهضروا قبل استقلال الجزائر، اصلا الجزائر هذيك الوقت كانت مزاد مستعمره 1960. رقم القرار شحال؟ رقم القرار 15 الدوره ال 15. اوكي واش تقول لهنا الامم المتحده ان الجمعيه العامه الامم المتحده بلا 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 حتى توصل لهنا الى استقلال الاقاليم المشموله بالوصايه، والاقاليم هاقراها هذه تاع الامم المتحده غير المتمتعة بالحكم الذاتي. السؤال هذا الكلام حنا قلنا نو، هذا الكلام قالته الأمم المتحدة أصلا قبل استقلال الجزائر. أصلا قبل استقلال شكون؟ الجزائر سنة 1960. الله يبارك. هذاك الوقت اللي كان يستعمر اللي كان مستعمر تاع الصحراء الغربية هي إسبانيا. اسبانيا داروا واحد التقرير عاقل هكذا جونتي ناس ملاح، هاو ليك التقرير تاع شكون؟ تاع اسبانيا، هاي ليك دوك تشوفوه. ريبورت اوف كوميتي اوف انفورميشن فروم نون سيلف جوفرنس، يعني التقرير لجنه المعلومات الخاصه بالاقاليم غير المتمتعه بالحكم الذاتي. هاي ليك واش تهضر؟ هاو ليك بال 1963. هذا التقرير واش يهضر يا خاوتي؟ هاي ليك نهبطو دوك تكل تحت الجهة تاع الإسبان، لأنه يهضر على كل الأقاليم بين الصحراء الغربية. هاو ليك دقيقة، هذيك الوقت كانوا يسميوها الصحراء الإسبانية، سبانيش صحراء. وين راهي؟ دقيقة دوك نورمالمون لهنا نلقاها. دقيقة. للاسف الدوكيمون مكتوب بلونجلي، الحاجه الاولانيه اللي تعيي، والحاجه الثانيه انه واحد ما يقدرش يدير فيه لا ريشيرش لانه الوثيقه هذه قديمه بزاف. سمحوا لي برك دوك حنا نشوفوا الامم المتحده واش هضرت. دقيقه هاي ليك نروح للقائمه، قائمه تاع الدول. هاي ليك شوفوا خوتي، سبانيش صحراء 1963. احنا قلنا ماشي حنا، هذا تقرير الامم المتحده في 63. واش راهي تقول الامم المتحده في 63؟ هاي ليك سبانيش صحراء كيما قلت لكم قبيله طف 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 طف، راهي دايرتها ضمن هذيك الوقت افريقيا كانت عده مستعمرات. واش قالت؟ هاي ليك انغولا، ومن بعد عندك كاب فيردي، عندك غامبيا، عندك غينيا، كينيا، مالطا، وغيرها وغيرها، موزمبيق. كانت عدة دول في إفريقيا هضرت عليها الأمم المتحدة. إذا خوتي دقيقة نعاود نرجع الكاميرا. إذا خوتي سفير المغرب هذا راه غير يفرط، حاجة الأولانية هذا
لانه قرار الجمعيه العامه المتحده وقتاش ندار ندار سنه 1960 اصلا قبل استقلال الجزائر. لهذا المسؤولين المغاربه المسؤولين تاع المخزن كيقول لك انه القضيه قضيه تاع الجزائر كذابين ومنافقين. القضيه بدات في 1960 اصلا قبل استقلال الجزائر، وهذا القرار كان يشمل حتى الجزائر، كان يشمل الجزائر ويشمل الصحراء الغربيه. قرار الجمعيه العامه 15/14 واحد زوج راكم شفتوا التقرير تاع الامم المتحده وقتاش ندار ندار 63 معلومه واحدة اخرى نمدوها لهذا السفهاء هذوما انه تقرير اسبانيا ندار 1961 شوفوا دوك نقول لكم باش نروحوا لا كرونولوجي دي شوز 1960 1960 الامم المتحده دارت القرار 15/14 قبل استقلال الجزائر، الجزائر ما كانتش مستقله 1961 اسبانيا قدمت التقرير تاعها للامم المتحده 1963 دار التقرير النهائي معناتها قرار الامم المتحده قبل استقلال الجزائر واحد زوج تقرير اسبانيا دار قبل استقلال الجزائر دار في 61 ومد والتقرير النهائي دار في 63 لانه التقرير الابتدائي دار في 61 والنهائي في 63 جماعه هذا تعسى فيه المغرب واش دخل الجزائر في القضيه الصحراويه؟ الجزائر تدعم حق الشعب الصحراوي في استقلال المصير. السلام عليكم. هذا القضيه قبل استقلال الجزائر موجوده. واحد زوج في المغرب في الصحراء الغربيه كاين واحد البعثه واسمها بعثه المينورسو. بعثه المينورسو حنا نكتبوها نكتبوها في الانترنت بعثه المينورسو هذه وشنو هي؟ انا حبيت نفهم هذه هي بعثه المينورسو وشنو هي؟ هايليك هايليك دقيقة بعثة ورا نكتبها بالفرونسي مي نور سو هايليك ها نكتبو بعثة مي نور سو ها نو هايليك نكتبو هذه بعثة مي نور سو شنو هي بالك حنا ما نعرفوش والسفير المغربي شغل يعرف حنا ما نعرفوش هاوليك وندخلو نفس الشيء لموقع الأمم المتحدة هايليك كتبناها في جوجل ها كتبنا هاي لك بعثة المينورسو واسمها بعثة المينورسو للأمم المتحدة لحفظ السلام معليش حنا ندخلو موقع الأمم المتحدة هذا موقع تاع الأمم المتحدة هاوليك سمحوا لي برك دقيقة لنت... ما فهمتش أنا الناس علاش رايحة هكذا ثقيلة نشوفوا هذه بعثة المينورسو واش تكون بالك السفيه تاع المغرب عنده الحق وحنا رانا غلطين بالك هذه دنيا حنا ما على بالناش لحد الان دقيقه لحد الان خوتي انا ما بديتش راهي ما قلت لك حلال بيضه حنا نهضروا مدينا قرار الجمعيه العامه المتحده تقرير اسباني في 61 القرار النهائي في 63 وغيرها من الامور لحد الان حنا ما بديناش راينا ما راناش مدين راينا حنا مدينا حنا راي الامم المتحده نكملوا في راي الامم المتحده لا راي الامم المتحده واش راهي تقول الامم المتحده واش تقول هاي لك المينورسو مينورسو مينورسو هي درنا بيانات واش دخلنا حنا في بيانات الامم المينورسو هذه تاع الخرطي هذه حنا نسحقوا الاسم تاعها برك هاي والله هذه وشنو شوفوا خاوتي UN.org هذا الموقع الرسمي للامم المتحده عمليه حفظ السلام اوب نهبطوا مينورسو واسم المينورسو بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية سنتشوفوا اسمها بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية بارطاج الفيديو بارك الله فيكم رانا نشوفوا لهنا أنه الأمم المتحدة هي اللي سماتها بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية سمتها الجزائر ما سمتهاش الجزائر واحد زوج البعثة تاع المينورسو وقتاش وقعت إلى إعلان الحرب في 91 شكون اللي وقع عليها الملك المغربي الحسن الثاني إذا الحسن الثاني وقع على أنه تكون في بلاده بعثة المينورسو اللي هي باسمها بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء للاستفتاء في الصحراء الغربية هذه شكون سني عليها سني عليها شكون حسن الثاني حنا حد الان حنا ما قلناش
انا قلت رايي ما قلتش، قلت قرار جمعيه الامم المتحده تاع الامم المتحده، تقرير اسبانيا حول الصحراء الاسبانيه كشفتوها اسبانيا شفتوها صحراء، القرار النهائي تاع لجنه دعم حقوق الشعوب وغير ذلك، ما قلتش انا رايي. بعثه المينورسو انا سميتها بعثه الامم المتحده للاستفتاء في الصحراء الغربيه، ماشي انا سميتها، الامم المتحده سماتها. في 91 اللي وقع هو الملك المغربي الحسن الثاني، معلش كيفاش المغرب استعمر اسبانيا، كيفاش المغرب استعمر الصحراء الغربيه، المغرب اسبانيا كانت محتله الصحراء الغربيه، الامم المتحده واش تفاهمت مع اسبانيا، تفاهمت مع اسبانيا باللي يا ولدي كيما شفتوا الوثائق تاع الامم المتحده، يا ولدي هذا الشعب هذا ماشي مازال ما قررش المصير تاعو. اوكي الله يبارك الله يبارك. والحل شنو هو؟ الحل انك ندير لهم استفتاء. اسبانيا هذاك الوقت في وقت فرانكو ما طالت في الاستفتاء، الله يبارك. 1975 المغاربه الحسن الثاني دار واحد المسيره اسمها المسيره الخضراء، وبدا يدير في النش، وهذاك الوقت السلطات الاسبانيه كان عندها مشاكل داخليه قد خلينا هذا الملف هذا الصحراء الاسبانيه نخليو عليها. عيطوا لمن؟ عيطوا للمغرب، الملك عيطوا للمغرب والجزائر وموريتانيا، قالوا لهم تقاسموا الصحراء الغربيه، الجزائر قالت لهم نو انا ما تقاسمش، هذه هي اقليم تاع الامم، مازال ما قررش المصير تاعو، الجزائر ما دخلتش في اللعبه. المغرب وموريتانيا تفاهموا على تقسيم الصحراء الغربيه، قسموها تقسم الصحراء الغربيه هاي ليك تقسم على زوج، الشمال للمغرب والجنوب لموريتانيا، وافقوا في زوج، المغرب وافقت وموريتانيا وافقت. قبل ما نقول لكم بعدها واش صار، اذا كان المغرب يعتقد ان كل الصحراء الغربيه تاعو علاش تقسمها مع موريتانيا؟ علاش الملك المغربي وافق انه يتقاسم الصحراء الغربيه، الشمال يديه المغرب والجنوب تديه موريتانيا، لو كان يعتقد انه كل الصحراء الغربيه تاعو انا ما تقسمهاش. تخيلوا انتم دوك الجزائر قالت لك تتقاسم باري اكزومبل، زعما قالت تقاسم تاع مرست مع مالي ولا نيجر، نو ما تقسمو مثلا ما تقسموهاش مع الناس لانه تاعنا، نفس الشيء. لو كان المغرب يعتقد انه كل الصحراء الغربيه تاعو علاش يتقاسمها في 75 مع موريتانيا؟ تقسمها لانه يعتبرها غنيمه حرب ماشي تاعو. شوفوا نقول لكم حاجه، هذا السفيه المغربي وحده خليل لما تطلع عليهم السؤال تاع 75 يحكي لك حياته من نهار زاد، ويقول لك كنت داير ليك وشو كيف بيبرو منا هذا، يا محمد سيدي ما تحكيليش حياتك انت، اذا كان هذا التراب ديالك علاش تقاسمه؟ اذا كان هذا التراب ديالك علاش الملك المغربي تقاسمه على زوج مع موريتانيا؟ بعد هذوك نقول لكم واش صرا بعدها. البوليزاريو ملاحظة، البوليزاريو تأسست، شوفوا خوتي نحبسوا في 75 رانا حابسين هنا، نعاودوا للبوليزاريو. خوتي البوليزاريو تأسست سنة 1973 تقريبا أو قبل ذلك لمحاربة الاستعمار الإسباني، لمحاربة الاستعمار الإسباني. ومن بعد يجيني واحد بوجغللو يكتب لك في الفيسبوك الوحدة الترابية، ما الوحدة الترابية وجماعة البوليزاريو انفصالية، انفصالية على من سي بوجغللو؟ لا هذا ما كانوا يحاربوا اسبانيا، واش من انفصاليه؟ انت اللي جيت احتليتهم، كيفاش كومون صاص في البوليزاريو تكون انفصاليه وهما كانوا يحاربوا في اسبانيا؟ انفصاليه على شكون؟ انت اللي محتل، كيفاش انفصاليه؟ لما كانت البوليزاريو تحارب اسبانيا علاش ما كنتش تحارب مع البوليزاريو؟ لانك انت كنت تعتقد انه القضيه ماشي تاعك، خلاص ما حاربوا البوليزاريو هما يديروا استفتاء تقرير مصير. واحد يقول لك الوحده الترابيه، واش الوحده الترابيه؟ القضيه فصلت فيها الامم المتحده 1963، يعني التقرير 63 راكم شفتوه، ماشي تقرير الجزائر، ماشي تقرير موريتانيا، ماشي تقرير اسبانيا، تقرير الامم المتحده في 63. ويقول لك الوحده الترابيه، ما هذا تبهليل هذا. نرجعوا ل 75، في 75 الصحراء الغربيه تقسمت على زوج، طف موريتانيا المغرب دا الشمال، موريتانيا دا الجنوب. حنا نطرحوا سؤال، حنا نحسبوها واحد زائد واحد يساوي زوج كيما رانا دوك نهضروا بالوثائق.
لو الحاجه اللي قلبت الاوضاع شنو هي؟ انه بوليزاريو كانت حارب اسبانيا، لما تم تقسيم الساحل الغربيه على موريتانيا والمغرب حاربتهم في زوج، حاربتهم في زوج. بعدها واش صرا؟ بعد المغرب انسحب، موريتانيا انسحبت من الساحل الغربيه، والمغرب زاد احتل باقي المناطق. والسؤال الذي يطرح، معليش حنا نحسبوها واحد زائد واحد يساوي زوج، الساحل الغربيه كانت متقاسمه على زوج، المغرب حجب لنا علاش قبل يقسمها واحد زوج. فرضا انه ما كانش بوليزاريو، ما كانش بوليزاريو، معناتها كرروا الجزء الجنوبي من الساحل الغربيه وكان راهي اراضي موريتانيه. جماعه الكلام يقول لك الوحده الترابيه، هذيك الوقت وين كانت الوحده الترابيه؟ هيا نحيو بوليزاريو، نحيو بوليزاريو من المعادله السياسيه. الساحل الغربيه، الجنوب تاع الساحل الغربيه كان تابع لموريتانيا. تخيلوا ان موريتانيا ما انسحبتش هذيك الوقت، لا وحده ترابيه لا والو، العصافير تزقزق والسماء زرقاء والاشجار خضراء، هذه هي. لانه علاه؟ لانه جماعه المغرب يعتبروا انه الساحل الغربيه هي مستعمره ماشي بلادهم، والدليل تقاسموها على زوج مع موريتانيا، والدليل هو ان موريتانيا ما تقاسمتش وكرر من دين غير الشمال والجنوب راه عند موريتانيا والسلام عليكم والحاله هايله. اوكي اوكي، نزيدوا حاجه واحده اخرى. لما تم تاسيس اتحاد المغرب العربي، الملك المغربي واش قال؟ حسن الثاني واش قال؟ بحضور شاد لي بن جديد ورئيس ليبيا القذافي ورئيس تونس بن علي ورئيس موريتانيا مع بلش، شكون كان هذاك الوقت؟ واش قال الملك المغربي؟ بصريح العبارة قال انه قضية الصحراء الغربية، والله ما عرفتش كيفاش يسميها، هو يسميها الصحراء المغربية كان يقول غزورة، ما راهيش راح تأثر على العلاقات الجزائرية المغربية، لأن قضية وشنو؟ قضية على مستوى الأمم المتحدة. عاود، قضية على مستوى الأمم المتحدة. سي بوجغللو، الأقاليم، الله أكبر، الأقاليم التي لا تتمتع بحكم ذاتي هي 17 إقليم على وجه الحصر، معناتها الأمم المتحدة دارت قائمة ودارت خريطة، هاي ديك الخريطة تاع الأمم المتحدة، يعني سفيه المغرب في الأمم المتحدة ما يعرفش حتى خريطة تاع الأمم المتحدة، هاي لك بحكم أنه ما يعرفهاش، بصح معليش حنا نوريو له الخريطة اللي ما يعرفهاش، هذا السفيه هذا. دقيقة، خريطة هاي الخريطة من موقع وين؟ هاي لك www.un.org. واش غادي تقول لهنا الأمم المتحدة يدير الخريطة هادية؟ هاي لك ما عرفتش خرجت لي هادية، هاي لك الخريطة واش فيها لهنا؟ وسترن صحراء، جبل طارق وغيرها من المناطق. لهذا يا سي بوجغللو، يا سفيه المغرب في الأمم المتحدة، على الأقل بحكم أنك في الأمم المتحدة كسر راسك وقرأ واحد قائمة الأمم المتحدة للأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي، زوج أقرأ قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 15-14، ثلاثة تقارير إسبانيا اللي سلمها مبعوث الإسبانيا، حتى نسهل عليك أنا ترمو ناس ملاح نسهل عليك، تقرير إسبانيا اللي مدها شكون؟ مبعوث إسبانيا للأمم المتحدة مدها للأمين العام في الأمم المتحدة في 63، التقرير بدا في 61، نسهل عليك أنا كلش، التقرير بدا في 61، التقرير النهائي تمد للأمين العام في الأمم المتحدة في 63، مادام راك في الأمم المتحدة كسر شوية راسك وروح بحث. لهذا الجزائر والعبد الله عمامرة لما قالوا أن الصحراء الغربية لم تتمتع بحكم ذاتي، هذا باعتراف الأمم المتحدة واحد، باعتراف المجتمع الدولي زوج، باعتراف المغرب ثلاثة، اللي راهو على أراضيه الآن بعثة المينورسو، وبعثة المينورسو هي اختصارا لكلمة بعثة الأمم المتحدة
لتقرير المصير بالصحراء الغربيه. شويه ثقافه ما تقتلش سي بوجهلولو. السلام عليكم.